Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler dilerim. Evet, bugün de Ra'd suresi ayet 14'ten başlayacağız. Evet arkadaşlar, videomu beğenmeyi unutmayın. Mümkünse abonelik de ekleyebilirsiniz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض دوا وكرا وزلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فانزلت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء الحيات له مدى زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفا وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء سبيل مأواهم جهنم وبئس
مسلمات أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق وكمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ففرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب
ولو أن قرآنا زيرت به الجبال أو قدعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا ولم يأس الأذل الذين آمنوا ولو يشاء الله لهدى الناس جميعا فلا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تهل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسول من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت ويجعل لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد له مذهب في الآيات الدنيا ولا عذاب الآخرة أشاق فما له من الله من مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين كافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحرار أحزاب من ينكر بعضه قل إنما أؤمنت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه يدعو وإليه وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسولا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا فما كان لرسول أن يأتي بآيات إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أفلم يروا أنا نعدي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم ولا
سيعلم الكفار لمن نقب الدار صدق الله العظيم. Evet arkadaşlar, hayırlı günler dilerim. Allah'a emanet olun. Videomu beğenin.